شرف لأي واحد اللي يكون مكرم في حفلة زي ديت. بشكر الهرم الرياضي طبعا على الحفلة اللي احنا حاضرينها. الحفلة بالنسبة لنا هتبقى مسؤولية علينا، اللي انت بتدينا ضغط طبعا ان انت تحافظ على مستواك على طول. بشكرهم طبعا على الحفلة الجميلة ديت، وان شاء الله يا رب يكونوا موفقين دايما عشان نفضل في المستوى ده على طول يعني.